بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من سلسلة الدروس المصورة بالفيديو لشرح برنامج ستورم دينتال، البرنامج المتخصص لإدارة مراكز وعيادات وأطباء الأسنان. كنا في الدرس الأول قد شرحنا بالفيديو طريقة تحميل البرنامج من الموقع إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، وفي الدرس الثاني شرحنا طريقة تنصيب وتثبيت البرنامج على جهاز المستخدم، مع ملاحظة أن جميع عمليات التنصيب الخاصة ببرامج شركة ستورم سوفت المختلفة سواء المحاسبية أو برنامج طب الأسنان أو غيرها متشابهة تماما، ويتم تنصيب أي برنامج من برامجنا بنفس الطريقة. إن الهدف من إعداد هذه السلسلة من الدروس هو الشرح التفصيلي لجميع مكونات برنامج ستورم دينتال والوصول بالمستخدم لمرحلة الاحتراف والإلمام والمعرفة لكيفية استخدام وتشغيل والعمل مع البرنامج. هذا هو الدرس الثالث والذي سنشرح فيه كيفية البدء بالعمل مع البرنامج وتشغيله وإعداده وضبطه وضبط مكوناته وإدخال البيانات الرئيسية أو الأساسية الخاصة بعيادتك أو بمركزك وتهيئة البرنامج بالكامل حتى يصبح جاهزا لاستقبال وتسجيل أول حالة من حالات المرضى. وللقيام بذلك سنقوم بتجزئة درس اليوم إلى 4 أقسام أو أجزاء. الجزء الأول شرح طريقة تشغيل وإنهاء البرنامج. الجزء الثاني شرح سريع لواجهة البرنامج وأهم خصائصه. الجزء الثالث إدخال البيانات الأولية للعيادة أو المركز وتعريف المعالجات والأطباء والأسعار. الجزء الرابع ضبط رسوم تسجيل المرضى وأسعار الكشافات أو الإكس راي وإنشاء المستخدمين والصلاحيات. ولنبدأ بشرح الجزء الأول من درس اليوم وهو طريقة تشغيل وإنهاء تشغيل البرنامج. سنبدأ من حيث توقفنا في الدرس السابق. بعد عملية تنصيب البرنامج بالشكل الصحيح كما شرحناه تفصيلا في الدرس الثاني، سنجد أن معالج التنصيب قد قام بإنشاء اختصار للبرنامج هنا في سطح المكتب باسم ستورم دينتال، وبواسطة هذا الاختصار يتم فتح وتشغيل البرنامج. إذن بالنقر المزدوج على الاختصار نقوم بتشغيل البرنامج. لأول مرة ستظهر شاشات التهيئة التي تقوم بجمع المعلومات. نرى أنه في بداية تشغيل البرنامج قد تظهر بعض الشاشات التي لن تظهر إلا مرة واحدة فقط في أول مرة تقوم فيها بتشغيل البرنامج. Yes. Open. هنا سيظهر عداد من 1 إلى 9، إذا تركناه سوف يتم فتح البرنامج تلقائيا، وإذا أردنا تخطيه نقوم بالضغط على زر اضغط للاستمرار. ستظهر رسالة لربط البرنامج بقاعدة البيانات. هنا سيطلب منك البرنامج ربط البرنامج بقاعدة البيانات. كل ما عليك القيام به هو الضغط على زر موافق. سيظهر معالج الربط، نقوم بتحديد المسار. بالطبع البرنامج يبحث عن قاعدة البيانات المسمى بهذا الاسم. تحديد المسار، سنجد مباشرة أن البرنامج قد قام بفتح الملف الذي تم تنصيب البرنامج فيه، ويوجد فيه الملف الذي يطلبه البرنامج كما يظهر هنا في العنوان. نقوم باختياره ثم الضغط على زر OK ثم ربط البرنامج بقاعدة البيانات. تم الارتباط بقاعدة البيانات وتحديث المسار بشكل صحيح وناجح. سيظهر شريط البروجريس بار. هذه هي الرسالة الترحيبية الأولى، وكما ذكرنا أن أغلب الرسائل والنماذج التي ستظهر الآن لن تظهر في المرات القادمة التي ستقوم بفتح البرنامج فيها. نضغط على زر OK. سيظهر هذا النموذج فيه بعض المعلومات التي يفضل قراءتها للاستفادة منها. فيها 3 إجراءات، إما استخدام نسخة مجانية أو إلغاء العملية والخروج أو تسجيل النسخة الكاملة. سنقوم باختيار استخدام نسخة مجانية. سيبدأ تهيئة البرنامج وجمع المعلومات الأساسية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى البرنامج، وهذه العملية لن تستغرق سوى ثواني معدودة. ستظهر رسالة انتهاء ضبط الإعدادات، ثم سيظهر البروجريس بار من جديد. هذه الشاشة هامة جدا ولن تظهر إلا مرة واحدة فقط في أول مرة تقوم فيها بتشغيل البرنامج على جهاز السيرفر الرئيسي، وهي تساعدك على إدخال البيانات الأساسية وإنشاء مستخدم للدخول للبرنامج. فكما تعلم أنك الآن لا تمتلك كلمة سر واسم مستخدم للدخول إلى البرنامج، فمن خلال هذه الشاشة سنقوم بإنشاء
اسم للعيادة أو المركز، كذلك اسم للدكتور المسؤول أو مسؤول النظام، ما سنسميه فيما بعد مسؤولا للنظام، وسنعطيه اسم مستخدم وكلمة مرور لكي نتمكن من الدخول إلى البرنامج بكامل الصلاحيات. إذن اسم العيادة، اسنان، انتر. اسم الدكتور المسؤول والذي عادة سيعطى صلاحيات كاملة على البرنامج ويكون المسؤول عن النظام أو صاحب العيادة، لنفترض دكتور محمد أحمد. اسم المستخدم، يمكن إنشاء أي اسم مستخدم، يفضل أن يكون باللغة الإنجليزية لتسهيل كتابته فيما بعد أو باللغة العربية، ليس هناك أي إشكالية في ذلك. سنختار عادة الثلاث الحروف الأولى من اسم المستخدم، كلمة المرور 1 2 3، تأكيد كلمة المرور 1 2 3. إذا هذه الشاشة ستساعدك على القيام بإدخال اسم العيادة أو المركز وإدخال أول موظف الذي عادة سيكون هو مسؤول النظام، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاص به، حفظ واستمرار. ستظهر الآن رسالة تأكيد نجاح الإعداد، بمجرد الضغط على أوكي ستظهر هذه الشاشة وهي واجهة تأمين البرنامج وتسجيل الدخول. كما ذكرنا سابقا أن بعض الشاشات السابقة لن تظهر إلا مرة واحدة فقط عند تشغيل البرنامج لأول مرة في جهاز السيرفر الرئيسي المنصب عليه البرنامج الرئيسي، ولتوضيح ذلك سوف نقوم بإغلاق البرنامج وإعادة تشغيله مرة أخرى لنرى أن تلك الشاشات لن تظهر مرة أخرى. نقوم بإغلاق البرنامج والانتظار قليلا ثم تشغيل البرنامج مرة أخرى. نلاحظ أنه لن تظهر أي من تلك الشاشات التي ظهرت في المرة، سيتم الدخول إلى شاشة تأمين الدخول للبرنامج مباشرة. تظهر هذه الشاشة الخاصة بتأمين الدخول للبرنامج، وبالتالي لن يستطيع أي شخص الدخول إلى البرنامج إلا إذا كان لديه اسم مستخدم وكلمة مرور تم إنشائها عن طريق مسؤول النظام أو الشخص المسؤول، كما سيتم التعرف على ذلك لاحقا. هذه الشاشة سهلة الاستخدام وتحتوي على الأوامر التالية: حرف العين لتغيير الكتابة إلى اللغة العربية، وحرف E لتغيير الكتابة إلى اللغة الإنجليزية، ثم تحديث لتحديث بيانات المستخدمين وفتح هذه القائمة مباشرة. يوجد لدينا هنا اسم المستخدم، حق لاسم المستخدم وحق لكلمة المرور، ثم زر للدخول وزر للمستخدم الافتراضي وزر لإغلاق البرنامج وإنهائه بالكامل. عن طريق هذه القائمة سيظهر جميع أسماء المستخدمين الذين تم إنشاؤهم. نحن الآن لم ننشئ غير مستخدم واحد وهو المستخدم المسؤول الذي أنشأناه في أول مرة قمنا بتشغيل البرنامج فيها. سنقوم باختياره ثم إدخال كلمة السر الخاصة به. نلاحظ أنه إذا أدخلنا كلمة سر خاطئة بمجرد الضغط على زر تظهر رسالة أن كلمة المرور غير صحيحة، عد كتابتها بشكل صحيح. سنقوم بكتابة كلمة السر الصحيحة 1 2 3، ثم سيظهر نموذج خاص بالتلميح. هذا النموذج تلميح اليوم فيه مجموعة من المعلومات المهمة يفضل قراءتها، يمكن عن طريق الأسهم في الأسفل التالي الانتقال إلى التلميح الآخر، فيه معلومات مهمة عن البرنامج يفضل قراءتها من حين إلى آخر. إذا أردت أن لا يظهر لك هذا النموذج التلميح الذي يظهر في بداية تشغيل البرنامج، يمكن اختيار هذا الخيار ثم إغلاق. بهذا الشكل نكون قد قمنا بشرح النقطة الأولى من درس اليوم، وهي كيفية تشغيل البرنامج، وهي عملية سهلة وبنفس الآلية والطريقة يتم تشغيل البرنامج في جميع أجهزة الكمبيوتر سواء السيرفر الرئيسي أو أجهزة الشبكة. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية والخاصة بشرح إغلاق وإنهاء البرنامج. لا يوجد إلا طريقة واحدة فقط لإنهاء وإغلاق البرنامج، وهي عن طريق الأمر الذي يظهر في أعلى يمين أو يسار الشاشة والمسمى إنهاء البرنامج. عن طريق هذا الأمر يتم إنهاء البرنامج. رغم وجود زر للإغلاق هنا إلا أنه غير مفعل ومعطل، نلاحظ عند النقر عليه لا يحدث شيء، إذن لا يمكن إنهاء البرنامج أو إغلاق البرنامج.
إلا عن طريق هذا الزر المسمى إنهاء البرنامج. المهم ذكره أنه عند إنهاء وإغلاق البرنامج سيقوم البرنامج بعمل تشيك سريع هل تم خلال هذه الجلسة تصدير نسخة احتياطية من بيانات النظام، وفي حال عدم تصدير نسخة احتياطية أو باك أب ستظهر رسالة تنبيه بذلك، علما أن عملية تصدير نسخ احتياطية أو باك أب تتم من خلال قائمة إدارة النظام، تتم من هنا قائمة إدارة النظام تصدير بيانات البرنامج، وسنقوم بشرحها لاحقا. المهم الآن سنقوم بإنهاء البرنامج، ولأننا لم نقم بعملية تصدير البرنامج ستظهر رسالة إنهاء البرنامج، ستظهر رسالة لم تقم بإجراء عملية تصدير البيانات. هذه الرسالة هي رسالة تنبيه أثناء إغلاق البرنامج بأنه لم يتم تصدير البرنامج. أما إذا قمنا بتصدير البرنامج فإن هذه الرسالة لم تظهر وسيتم إغلاق البرنامج مباشرة. مفاد هذه الرسالة لم تقم بإجراء عملية تصدير البيانات، هل تريد الاستمرار في الخروج؟ إذا ضغطنا على زر نعم سيتم الاستمرار في الخروج وإغلاق البرنامج، أما إذا ضغطنا على زر لا فسنجد أن البرنامج سيقوم بفتح شاشة تصدير واستيراد بيانات البرنامج، كما ذكرنا سابقا أن هذه الشاشة سيتم شرحها بالتفصيل لاحقا. إذا نقوم بالخروج، لن نقوم إذا نعيد عملية إنهاء البرنامج. هل تريد الاستمرار في الخروج؟ نعم. بهذا الشكل سيتم إغلاق البرنامج وإنهاء جلسة العمل هذه. إن عملية الإغلاق يتم خلالها مجموعة من العمليات التي لا تظهر ولا يحس بها المستخدم، وبالتالي يجب الانتظار حتى تتم العملية، حيث تأخذ عملية الإغلاق في جهاز السيرفر أقل من دقيقة واحدة، وفي أجهزة الشبكة قد تأخذ دقيقة ونصف. لذلك إذا أردنا فتح البرنامج من جديد يجب الانتظار للفترة التي ذكرناها سابقا لكي تكتمل عملية الإغلاق بشكل صحيح ولا تظهر رسائل أخطاء. هكذا نكون قد قمنا بشرح عمليتي تشغيل البرنامج وإغلاق البرنامج، وننتقل إلى النقطة الثالثة وهي شرح سريع للواجهة ومكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج. وللقيام بذلك نعيد تشغيل البرنامج من جديد ونقوم بنفس الخطوات. سيظهر مباشرة شريط التقدم أو ما يسمى البروجريس بار الذي يقوم بجمع المعلومات الأساسية لعملية الإقلاق، ثم ستظهر مباشرة شاشة الدخول. سنقوم باختيار المستخدم ثم كلمة المرور 1 2 3 ثم دخول. الجزء الثاني من درس اليوم هو شرح مكونات الواجهة الرئيسية للبرنامج وأهم خصائصها. الواجهة الرئيسية للبرنامج تتكون من الأقسام التالية: أولا خلفية البرنامج، وتظهر فيها ثلاث معلومات هامة يمكن عن طريقها الرجوع إلى الشركة والتواصل معها، ففيها الإيميل الرئيسي الخاص بالبرنامج إضافة إلى رقم التليفون الذي يمكن لأي مستخدم أو عميل أن يتواصل معنا عن طريق رقم التليفون هذا، وكذلك عنوان الموقع الخاص بالبرنامج على الإنترنت. القسم الثاني هو شريط العنوان، يظهر في يمين الشاشة ثلاثة أزرار، وهذه الأزرار موجودة في جميع البرامج الافتراضية الموجودة في نظام تشغيل ويندوز أو غيره. زر الإكس كما ذكرنا سابقا أنه معطل ولا يمكن استخدامه لإغلاق البرنامج، ويتم إغلاق البرنامج عن طريق الأمر إنهاء البرنامج، إضافة إلى زر تغيير حجم البرنامج وزر تصغير إلى شريط المهام. بهكذا يمكن تصغير البرنامج وتكبيره. ويجب ملاحظة هنا عدم فتح البرنامج مرة أخرى إذا كان يظهر في شريط المهام أو التاسك بار، وإنما تكبيره بهذا الشكل. يظهر أيضا في شريط العنوان معلومات مهمة وسريعة: ستورم دينتال لأطباء وعيادة الأسنان خاصة باسم العيادة أو المركز، إضافة إلى اسم المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول إلى البرنامج. القسم الثالث وهو قسم القوائم والموجودة هنا. يعتمد برنامج ستورم دينتال على نظام قوائم متطور، وهذه القوائم تحتوي على جميع أوامر وشاشات البرنامج. لاحظ أن كل قائمة تحتوي على مجموعة من الأوامر التي سنتعرض لها وسنشرحها بالتفصيل في سياق هذا الدرس وفي الدروس القادمة. هذه القوائم تحتوي على جميع أوامر وشاشات البرنامج، ويمكن التحكم بها وإخفاء بعضها أو إظهارها حسب الصلاحية الممنوحة لكل مستخدم كما سيتم شرحه لاحقا. على كل حال يحتوي نظام ستورم دينتال بالنسبة للمستخدم الذي يمتلك كامل الصلاحيات على 8 قوائم، كل قائمة تحتوي على مجموعة أوامر، إضافة إلى 4 أوامر سريعة وواضحة ولا تحتاج إلى شرح، وهي الحاسبة، طباعة، تسجيل خروج وإنهاء البرنامج،
وإنهاء البرنامج قد قمنا بشرحه في بداية هذا الدرس. كما أنه يمكن تخصيص قائمة خاصة بكل مستخدم عن طريق الأمر الموجود في ملحقات وإضافات، إنشاء اختصارات للأوامر خاصة بك، تستطيع إنشاء قائمة فرعية تظهر هنا لأهم الأوامر التي تستخدمها بشكل مستمر لتسهيل الوصول السريع إلى هذه الأوامر. يعد نظام القوائم من أفضل وأسهل الأنظمة المستخدمة في جميع البرامج العالمية، لما يوفره للمستخدم من إمكانيات مثل سهولة الوصول للشاشات، وسهولة فهمها، وسهولة ترتيبها وتصنيفها، وسهولة التحكم في الصلاحيات عن طريق إخفاء بعض الأوامر أو القوائم عن مستخدم معين وإظهارها لمستخدم آخر وغيرها. وسنقوم بشرح بسيط وسريع لهذه القوائم وأوامرها. ففي قائمة إدارة النظام نلاحظ أن هناك مجموعة من الأوامر مثل الإعدادات الأساسية وتعريف المستخدمين وتعديلهم ومنح الصلاحيات للمستخدمين والتحكم بصلاحيات البرنامج ككل وتصدير بيانات البرنامج أو نسخة احتياطية أو باك أب واستيراد بيانات البرنامج وإعداد الدوام الوظيفي. قائمة إدارة النظام هذه يجب أن تكون من صلاحيات مسؤول النظام أو مدير النظام. قائمة الاستقبال، وهذه القائمة تخص موظف الاستقبال الذي سيقوم بتسجيل الحالات واستقبالها وتسجيل الحالات الخاصة بالأطباء. فيها أمران: شاشة الاستقبال وشاشة المواعيد. قائمة الطبيب تعتبر من أهم القوائم، وهذه القائمة تمنح تلقائيا للموظفين الذين تم تعريفهم كأطباء، وفيها شاشة الطبيب والمعالجة. عند النقر على أي أمر فإنه يقوم بفتح الشاشة مباشرة. إذن قائمة الطبيب فيها شاشة الطبيب والمعالجة، شاشة المراقبة، شاشة المواعيد، إضافة للمفكرة الشخصية الخاصة بالطبيب، وشاشة التذكير والتنبيه، والدخل اليومي وحساب الأطباء، وإرسال رسالة لمستخدم آخر. وسيتم شرح هذه الأوامر بنوع من التفصيل خلال هذا الدرس والدروس القادمة. قائمة النشاطات، وفيها ترحيل المدفوعات المالية والمقبوضات المالية وترحيل اليوميات وسجل الكشافات أو الإكس راي وترحيل المواد الأولية للمستودعات والمنصرف ومخاطبة المعامل وإدارة الأعمال بالمعامل ومخاطبة جهات التأمين وتحويل بين الصناديق والبنوك والمستندات الخاصة بالمرضى وحافظة الدوام وترحيل أصول العيادة أو المنشأة. إضافة لقائمة التعديل، وفيها مجموعة من الأوامر التي من خلالها يمكن التعديل على أي شيء قمنا به في قائمة النشاطات أو في قائمة الطبيب. وقائمة التقارير، والتي تحتوي على مجموعة هائلة من التقارير والبيانات، وقد تم فرز تصنيف تلك التقارير إلى مجموعات هي كالتالي: مجموعات التقارير الطبية، والتي تظهر عدد من التقارير مثل الكشافات، تقرير سير معالجة، وتقرير تسجيلات علاجية لمريض، وإلى آخره من التقارير التي سنشرحها ونفصلها لاحقا. إضافة لقائمة التقارير المالية، في هذه القائمة يوجد كشف حساب مالي ومفصل للصناديق وحساب مالي ومفصل للمريض، إضافة لكشف حساب مالي ومفصل لطبيب معين وغيرها من التقارير، خصوصا تقارير الأرباح والخسائر والمركز المالي العام أو الميزانية الختامية، كشف حساب السلف العام إلى آخره من التقارير الأخرى. إضافة إلى وجود تقارير مخزنية، وهذه التقارير خاصة بإدارة المواد الأولية الموجودة في المستودعات، تقرير استهلاك طبيب لمواد أولية معينة، وتقرير كشف حساب عميل أو مورد مخزني، وتقرير الأرصدة الدفترية وحركة الأصناف المعملية الموجودة في المستودعات، وإلى آخره من التقارير الأخرى المنوعة والمفصلة. إضافة لتقارير المعامل، وفيها مجموعة من التقارير مثل تقرير بيانات معمل معين، تقرير حساب مالي للمعمل، كشف حساب جميع أعمال المعمل، المعلقات في المعمل، تقرير بالأعمال المعملية حسب المريض و حسب الطبيب، إضافة إلى مجموعة أخرى من التقارير الإدارية الأخرى والتي تخص الموظفين العاملين في المركز مثل طباعة البيانات الشخصية للموظف وحافظة الدوام وقسيمة الراتب وسجل مواعيد المرضى إلى غيره من التقارير التي سنشرحها بالتفصيل. إضافة إلى قائمة أخرى فيها مجموعة من الأوامر، قائمة الملحقات والإضافات، وفيها مجموعة من الأوامر الهامة جدا مثل تسجيل البرنامج. كما نعلم أن برنامج ستورم دنتال يتوفر منه نسخة مجانية يمكن استخدامها بشكل كامل وحر، وإلا أن هناك بعض الميزات المعطلة فيها، وإذا أراد العميل أو المستخدم تسجيل النسخة الكاملة للبرنامج وشراء مفتاح التسجيل فإنه يتم عن طريق هذا الأمر تسجيل البرنامج. سيقوم البرنامج بتوليد رقم معين، يقوم بإرسال هذا الرقم إلينا، وعن طريق هذا الرقم نقوم بتوليد رقم
جديد هو رقم تسجيل البرنامج، يقوم بإدخاله هنا ثم تسجيل البرنامج، وسنقوم بشرح هذه فيما بعد. أيضا فيها تحديث البرنامج وإصلاح تلقائي وإعداد المشاركة للبرنامج، تم شرح هذا الأمر في الدرس الثاني أثناء إعداد المشاركة كأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة وفحص وتحقيق، إضافة إلى مسجل أحداث النظام يقوم بتسجيل كل الأحداث التي يقوم بها المستخدمون في البرنامج ضمن الشبكة، التلميحات والمساعدة والراتب والأقساط والتليفونات وإرسال رسالة إلى مستخدم آخر وإدارة الشبكة وتسجيل خروج وتدخل المستخدم وإنشاء اختصارات وتغيير كلمة السر الخاصة بكل مستخدم. يستطيع عن طريق هذا الأمر تغيير كلمة السر التي قام بعملها مسؤول النظام إلى كلمة سر خاصة به لا يعرفها غيره، إضافة لقائمة المساعدات وأوامر سريعة مثل طباعة، يستخدم هذا الأمر أثناء عرض التقارير لطباعتها، والحاسبة لإظهار الحاسبة الخاصة بالمدرس لإجراء عملية حسابية سريعة، إضافة إلى أمر تسجيل خروج، وهذا الأمر هام جدا يستخدم بطريقة يمكن استدعائه عن طريق الاختصار كنترول F1، وله وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى تأمين البرنامج، فإذا نكون بهذا قد انهينا النقطة الثانية أو الجزء الثاني من درس اليوم، وننتقل إلى الجزء الثالث وهو الأكثر أهمية والخاص بضبط الإعدادات الأساسية وإدخال البيانات الأولية للمركز أو العيادة وتهيئة النظام للعمل. هذا الجزء هام جدا، ولذلك سنقوم بشرحه بنوع من التفصيل، وسنبدأ بإدخال بيانات العيادة أو المركز، ولعمل ذلك نذهب إلى قائمة إدارة النظام ونقوم باختيار الإعدادات الأساسية. لتظهر شاشة الإعدادات الأساسية التي تحمل في الأعلى رقم إصدار النسخة التي نستخدمها حاليا وهي 37، وعند إنزال إصدار جديد أو تحديث سيحمل رقم أعلى مثل 38 أو 39 وهكذا. هنا في القائمة الرئيسية تحتوي هذه الشاشة على مجموعة هامة من الإعدادات، مكونات النظام الخاص بستورم دينتال على شكل فئات أو بنود أو عناوين مثل بيانات العيادة والعملات والأطباء والموظفين والشكوى والمعالجات وخطوات المعالجات وتسعيرات ومعالجة الأطباء والمعامل وأصناف المعامل ووحدات الأصناف وجرعات الأدوية والتأمين والتعاقدات والصناديق والبنوك والأمراض إلى آخره واللغات وحركات المصرف والوارد. وسنقوم بشرح بعض هذه البنود بنوع من التفصيل خلال درس اليوم، وبقية البنود سيتم شرحها في دروس لاحقة. نلاحظ أنه بمجرد النقر على أحد الفئات في القائمة الرئيسية ستظهر تلقائيا البيانات الخاصة بهذه الفئة في القائمة الفرعية. نلاحظ في القائمة الفرعية أنه يمكننا البحث فيها عن طريق هذه الخانة بمجرد كتابة أي حرف، فإنه سيتم فلترة البيانات الموجودة في القائمة الفرعية وعرض الإدخالات فقط التي تحتوي على هذا الحرف. إذن عن طريق هذه القائمة نستطيع البحث إذا كانت هناك كثير من الإدخالات في القائمة الفرعية. كما يمكننا إعادة فرز البيانات الموجودة في القائمة الفرعية وإعادة ترتيبها عن طريق الخيارات الموجودة هنا، فيمكن إعادة فرزها عن طريق الاسم أو عن طريق الرقم أو تركها بدون فرز. كذلك نجد أنه بمجرد النقر على أحد البيانات أو السجلات الموجودة في هذه القائمة الفرعية سيظهر هنا في التفاصيل مجموعة من تفاصيل أكثر لهذا الإدخال. كذلك نجد أن هناك مجموعة من الأزرار التي في أسفل القائمة الفرعية يمكن عن طريقها حذف أو إضافة أو تعديل، وتختلف هذه الأزرار باختلاف البند الذي يتم اختياره هنا، ولكنها بالمجمل تكون إما حذف أو إضافة أو تعديل، ما يعني أننا يمكننا إضافة أي بند إلى القائمة الفرعية أو تعديل بياناتها. فعلى سبيل المثال لإجراء تعديل على هذا الإدخال قم بالضغط على زر تعديل، ستظهر شاشة التعديل، يمكن تعديل في الاسم أو في أسعار تنفيذ المرحلة إلى آخره. نقطة أخرى يجب أن نذكرها في هذه الشاشة لتسهيل العمل فيها، أنه يمكن استخدام الضغط المزدوج بالماوس على أي مكون بدلا من زر تعديل كما سنرى. مثلا إذا أردنا تعديل هذا الإدخال فيمكن بالنقر المزدوج بدلا من التأشير عليه ثم الضغط على زر تعديل، هكذا نكون
قد قمنا بشرح كيفية التعامل مع هذه الشاشة نتيجة لأهميتها، ولأنه سيتم التعامل معها بشكل كبير من قبل مسؤول النظام وخصوصا في هذا الدرس. إذن بعد التعرف على كيفية التعامل مع هذه الشاشة الهامة، سنقوم الآن بضبط بيانات العيادة. أول ما نقوم به هو ضبط لبيانات العيادة عن طريق النقل المزدوج أو الضغط على زر تعديل. ستظهر لنا شاشة بيانات العيادة أو المركز. من خلال هذه الشاشة يمكن كتابة اسم العيادة بالعربي وكتابة اسمها بالإنجليزي. سنقوم بإدخال بيانات سريعة لغرض التوضيح فقط. العمل، الطب، الجراحة، الفم والأسنان. هنا يتم كتابة الإيميل. والعنوان من أهم الإدخالات التي لا يجب تركها فارغة. مثلا وهنا يتم إدخال رقم التليفون رقم 1 والتليفون رقم 2 والفاكس وصندوق البريد إلى آخره. هنا جزء خاص بتحميل شعار خاص بعيادتك أو مركزك. إذا لم تقم بتحميل صورة معينة أو لوجو أو شعار لعيادتك أو لمركزك، فإن البرنامج سيقوم باعتماد الشعار الافتراضي وهو شعار البرنامج. أما إذا أردت أن تقوم بإضافة لوجو معين، فكل ما عليك هو الضغط على زر تغيير أو إضافة. سيتم فتح المستعرض. نذهب في جهاز الكمبيوتر إلى المكان الذي قمنا بوضع اللوجو فيه. ولنفترض يجب أن تكون الصورة من نوع JPG أو PNG، امتداد JPG أو PNG لكي يقبلها البرنامج. فقد قمنا بعمل هذا اللوجو. يمكنك اختيار اللوجو الخاص بك ثم إجراء عمليات حفظ. إن الهدف الرئيسي من إدخال البيانات هنا أن هذه البيانات بما في ذلك الشعار أو اللوجو سوف يظهر في ترويسة التقارير التي يتم إصدارها من البرنامج، سواء سندات القبض أو الفواتير أو وصول التسجيل أو التقارير الأخرى أو مخاطبة جهات التأمين أو التعاقد أو أي خطابات مع المعامل، ستظهر في ترويسة التقارير كما سنرى في هذا المثال. نفترض مثلا أننا قمنا بإجراء عملية الحفظ ثم الخروج. سنترك هذا النموذج لأننا سنعود إليه مرة أخرى. فإذا ذهبنا إلى أي تقرير افتراضي واحد واحد 2016 إلى تاريخ اليوم، بطبيعة الحال لا يوجد لدينا بيانات في هذا التقرير ليعرضها. ولكن إذا نلاحظ ستظهر البيانات التي قمت بإدخالها في شاشة بيانات العيادة هنا في ترويسة التقارير هذا وبقية تقارير البرنامج ككل. سنعود مرة أخرى إلى شاشة الإعدادات الأساسية التي كما ذكرنا سابقا أنه يتم الوصول إليها من قائمة إدارة النظام الإعدادات الأساسية. إذن بهذا الشكل نكون قد قمنا بضبط بيانات العيادة. يمكن التعديل عليها في أي وقت بإضافة أرقام التليفون أو تغيير البيانات أو تغيير اللوجو ثم إجراء عملية حفظ وخروج. النقطة الثانية التي يجب ضبطها هي بند العملات. البرنامج يأتي افتراضيا بثلاث عملات قياسية. يجب أن تكون أحد هذه العملات هي العملة الأساسية أو المحلية. عند النقر على أحد هذه العملات سيظهر بالتفاصيل مجموعة من التفاصيل الخاصة بالعملة مثل سعر الصرف وغيره. إحدى مميزات برنامج ستورم ديجيتال أنه يتيح التعامل مع العملات المتعددة وبشكل سلس وسهل.
إذا لضبط العملة المحلية الأساسية للبرنامج. إذا كانت عملة بلدك موجودة ضمن أحد هذه العملات، فما عليك إلا التأشير عليها والضغط على زر تعديل أو بالنقر المزدوج عليها. فمثلا لضبط الريال السعودي كعملة أساسية للبلد بالنقر المزدوج، ثم نقوم بالضغط على هذا الزر الخاص باختيار هذه العملة كعملة رسمية أساسية للبرنامج. نعم، ثم حفظ، وبالتالي نجد أن الريال السعودي أصبح العملة المحلية للبرنامج، وما تبقى من العملات هي عملات تعتبر عملات أجنبية، يجب ضبط سعر صرفها مقارنة بالعملة المحلية. وإذا كنت تتعامل بعملة واحدة في برنامجك فلا داعي للقيام بتغيير سعر الصرف والاكتفاء بضبط العملة المحلية بهذا الشكل. مثال آخر، نفترض أن العملة المحلية الخاصة بالمستخدم هي ريال يمني، فكل ما عليه هو النقر عليه ثم تعديل، ثم كما ذكرنا اختيار هذا الأمر ليجعلها عملة محلية، معامل تحويلها واحد، ثم حفظ. أما إذا كانت عملتك المحلية غير موجودة من ضمن هذه العملات، فبإمكانك إما التعديل على أحد هذه العملات أو إضافة عملتك. وللقيام بذلك سنقوم بعمل مثال لإضافة الجنيه المصري، إضافة اسم العملة جنيه، رمز العملة جيم ميم، سعر الصرف نفترض واحد، ثم هنا من أجل إجراء عملية التفقيد في سندات القبض اسم العملة بالمفرد جنيه، اسم العملة بالجمع جنيهات، مفرد كسور العملة قرش، جمعها قروش. يمكن إذا لم تكن تعرف معنى هذه الإدخالات الرجوع إلى عملة معرفة مسبقا وبالقياس عليها تعريف عملتك المحلية، ثم سنجعلها هي العملة الأساسية. يجب اختيار هذا الخيار ثم حفظ وخروج. نجد أنه مباشرة تم إضافة هذه العملة وتعتبر هي العملة المحلية للبرنامج، وما تبقى من العملات هي عملات أجنبية. بهذا الشكل يتم ضبط العملة الخاصة ببلدك، وهي نقطة هامة جدا، لأنه بمجرد فتح الشاشات سيقوم البرنامج افتراضيا باعتماد العملة الرئيسية هي العملة المحلية التي قمت بتعريفها هنا. النقطة الثالثة التي يجب ضبط إعداداتها هي بند الأطباء والموظفين. من خلال هذا البند تستطيع إضافة جميع الأطباء والموظفين العاملين بالمركز أو العيادة. نلاحظ أنه بمجرد الضغط على بند الأطباء والموظفين سيعرض لك البرنامج هنا جميع الأطباء والموظفين الذين تم تعريفهم سابقا، بالإضافة إلى أزرار موجودة بالأسفل لإجراء عملية الحذف أو الإضافة أو التعديل أو إظهار تفاصيل خاصة بهم. عملية إضافة طبيب أو موظف تتم بالنقر على زر إضافة. ستظهر هذه الشاشة، كل ما عليك هو كتابة الاسم، ولنفترض أننا نريد أن نضيف طبيبة تعمل في المركز باسم دكتورة هبة. سيطلب منك البرنامج تحديد طبيعة عمل هذا الموظف، وهذه النقطة هامة جدا يجب التوقف عندها قليلا. فبمجرد اختيار طبيعة العمل طبيب سيتعرف البرنامج على أن هذا الطبيب له صلاحيات معينة، عند منح الصلاحيات أو إنشاء مستخدم له سيقوم بإعطائه صلاحيات الطبيب مثل قائمة الطبيب والتقارير الخاصة بالطبيب. أما إذا كذلك سيطالبك البرنامج بإدخال النسبة الخاصة به والمحددة من قبل المركز والعيادة أو العيادة، والتي سيتم اعتمادها من إجمالي المعالجات التي سيقوم بها الطبيب. إذن سنقوم بتعريفها أنها من النوع طبيب، ثم حفظ. تم إنشاء البيانات الأولية للموظف بنجاح لإكمال عملية الحفظ. أدخل بعض البيانات الهامة للموظف. في النموذج التالي سيتم فتح نموذج آخر، هذا النموذج فيه تفاصيل أخرى مثل المواليد والمؤهل وطبيعة العمل والعنوان إلى آخره يمكن إدخالها، ولكننا من أجل السرعة في الشرح يمكن إدراك كذلك صورة خاصة بالطبيب أو الموظف. ويمكن
كذلك تحديد القسم الذي يعمل فيه من أجل حافظات الدوام وغيرها. سنقوم بشرح هذا ما يتعلق بالقسم والوردية الخاصة بالدوام في جزئية ضبط التقويم الوظيفي وحافظة الدوام، ولكننا هنا سنكتفي بإدخال النسبة. نفترض أن الدكتورة هبة لها نسبة مقدارها 33% من إجمالي المعاليات التي تقوم بها، ثم سيطالبنا البرنامج بإدخال تاريخ بدء العمل. نفترض أنه بداية العام 01/2016 أي 01/01/2016، ثم خروج. سنقوم الآن بتعريف، يمكن بأي وقت تعديل بيانات الدكتورة هبة للنقل المزدوج، ثم تعديل أي بيانات أو إضافة إليها. سنقوم بإضافة طبيب آخر وهو دكتور سامح، طبيب هبة. نسبته 40%، تاريخ بدء العمل 01/01/2016. ثم سنقوم بتعريف موظف الاستقبال، ولنفترض أنور محمد قاسم. النوع موظف وليس طبيب، لكي يأخذ صلاحيات الموظف وليست صلاحيات الطبيب. ثم حذف. هنا نجد أن النسبة تم تعطيلها، لأن الموظف لا يعمل بالنسبة مثله مثل الطبيب، وإنما راتب. ولنفترض أن راتبه، ونقوم بتحديد راتبه، ولنفترض أنه 20,000، وتاريخ بدء العمل 01/01/2016. ثم سنقوم بإضافة موظف الصندوق أو الخزينة، ونفترض أن اسمه علي. أنور محمد من نوع موظف. كذلك النسبة هذه خاصة فقط بالأطباء أو بالموظفين الذي نوعهم طبيب، أما بقية الموظفين فإنه يتم تحديد راتب فقط. نفترض أن راتبه 15,000، تاريخ بدء العمل كذلك، تاريخ 2016. ثم سنقوم بإضافة موظف الكشافة، إياد علي أحمد، إنه موظف، كذلك له راتب محدد، تاريخ بدء العمل 2016. إذن بهذا الشكل يتم إضافة جميع الموظفين. يمكنك هنا إضافة جميع الموظفين الذين يعملون بالمركز أو العيادة، ابتداء من الفراش وحتى المسؤول، علما بأن الموظف الأول وهو الدكتور محمد أحمد تم إنشاؤه تلقائيا من قبل البرنامج. أثناء تشغيل البرنامج لأول مرة ظهرت لنا شاشة تم إدخال اسم العيادة واسم الطبيب المسؤول، وتم منح الدكتور محمد أحمد جميع الصلاحيات باعتباره مسؤولا للنظام. وكما نرى أننا قمنا بتسجيل الدخول عن طريق الدكتور محمد أحمد، أو هذا الذي يعتبر مسؤولا للنظام وله كامل الصلاحيات. إذن بهذا الشكل قد قمنا بإضافة جميع الأطباء والموظفين العاملين بالمركز. السؤال الهام هنا، هل يستطيع هؤلاء الموظفين أو الأطباء حتى الآن استخدام البرنامج الدخول إليه؟ الإجابة لا، لأنه لم يتم منح أي منهم اسم مستخدم ولا كلمة مرور ولا صلاحيات حتى الآن. السؤال الثاني، من من هؤلاء الموظفين والأطباء يجب أن يتم منحهم مستخدم وكلمة مرور وصلاحيات، وكيفية ذلك؟ الإجابة جميع الأطباء ومسؤول النظام وموظف الاستقبال ومسؤول الخزينة ومسؤول الكشافة أو الإكس راي ومسؤول المعمل فقط من يتم منحهم اسم مستخدم وكلمة مرور وصلاحيات مختلفة حسب عملهم للدخول إلى البرنامج، أو من يراه مسؤول النظام أو المدير المسؤول مناسبا. فمثلا لو قمنا بإضافة هنا أحد الموظفين فراش أو ممرض
أو غيره أو بواب، فلا يجب إنشاء مستخدم له ولا يجب أن يمتلك حق الدخول إلى البرنامج. أما كيفية إضافة اسم مستخدم ومنحه صلاحيات فسوف نشرحها كآخر جزئية من جزئيات درس اليوم. البند الآخر الشكوى. كما نرى بمجرد التأشير على بند الشكوى فإن البرنامج يظهر عدد كبير من الإدخالات القياسية التي تأتي افتراضيا مع البرنامج، وهذه الشكوى تظهر عند موظف الاستقبال عند تسجيل بيانات المريض ليختار منها، ويفضل الاكتفاء بالإدخالات القياسية الموجودة مع البرنامج، إلا أنه بإمكانك إضافة شكوى أو تعديل شكوى أو حذفها بالتأشير عليها واستخدام أحد أزرار الوظائف بالأسفل مثل تعديل. يمكن تغيير اسمها هنا للاسم الذي تريده سواء بالعربي أو الإنجليزي، ولك الخيار في ذلك والاكتفاء بالموجود هنا. ننتقل الآن إلى ضبط بند من أهم بنود البرنامج وهو المعالجات، وهذا الإعداد أو البند يعتبر أساس عمل النظام المعالجي للبرنامج، لذلك يجب الاهتمام به وضبطه بصورة صحيحة حتى لو تطلب ذلك وقتا وجهدا من قبل مسؤول النظام، علما بأن عملية الضبط والإعداد تتم مرة واحدة في بداية ضبط البرنامج ويمكن الرجوع والعودة لها فيما بعد للتعديل عليها أو الإضافة. نحب أن نوضح أنه أثناء ضبط المعالجات سنستخدم بند خطوات المعالجات، حيث أن البرنامج يحتوي على مجموعة من الخطوات المعرفة مسبقا، ويمكنك بنفس الطريقة التي شرحناها سابقا إضافة خطوة أو ترجمتها إلى اللغة العربية أو التعديل عليها. كذلك سنستخدم عند ضبط المعالجات ما يسمى أصناف المعمل. المقصود طبعا بأصناف المعامل هي الأعمال التي يتم تنفيذها بالمعمل. إذا نستطيع أن نقول أن المعالجات تحتاج إلى خطوات، والخطوات قد يضاف لها أحد الأعمال المعملية كما سنرى. بنفس الطريقة يوجد بالبرنامج مجموعة من الأعمال المعملية يمكن التعديل عليها وعلى أسعارها وضبطها. إذا بالعودة إلى بند المعالجات، نلاحظ أنه بمجرد الضغط على المعالجات سيتم فتح شاشة خاصة بالمعالجات. هذه الشاشة تحتوي على قائمة تضم 132 معالجة قياسية تم تعريفها، وتضم المعالجات التي تحتاجها مراكز طب الأسنان. يوجد أعلى القائمة مربع خاص لتسهيل البحث فيه وسهولة الوصول إلى معالجة معينة، فمثلا قلع. سنجد أن البرنامج قام بإظهار جميع المعالجات التي تحتوي على كلمة قلع، وهكذا يتم البحث وسهولة وتسهيل الوصول إلى أي معالجة نريدها. يوجد في أسفل القائمة ثلاثة أزرار، الزر الأول لإضافة معالجة جديدة، الزر الثاني لتعديل معالجة معينة، كل ما علينا هو النقر عليها ثم إجراء تعديل كما سنرى، وإضافة إلى حذف معالجة. نلاحظ أنه بمجرد الضغط على معالجة معينة فإنه سوف يتم إظهار مجموعة من التفاصيل. هذه التفاصيل خاصة بالسعر واسم هذه المعالجة، إضافة لمراحل وخطوات تنفيذ وإجراء المعالجة. إذا لتوضيح طريقة التعامل مع هذه الشاشة، سنقوم أولا بإضافة معالجة جديدة، ثم التعديل على معالجة معينة، ثم حذف معالجة معينة لكي تتضح الصورة وطريقة استخدام هذه الشاشة. إذا سنقوم بإضافة معالجة، نلاحظ أنه تم إعطاء رقم تلقائي لهذه المعالجة، نقوم بكتابتها ولنفترض معالجة جديدة، ثم نحدد سعرها ولنفترض 2000، ثم حذف. نجد أن البرنامج قد قام بإضافة هذه المعالجة وقمنا بالبحث عليها معالجة جديدة. هذه المعالجة سعرها 1000. لم يتم حتى الآن إضافة أي مراحل أو خطوات تنفيذ هذه المعالجة أو إجراءات معملية. إذا سنقوم بالتعديل عليها بنفس الطريقة. للتعديل على أي معالجة كل ما عليك هو النقر أو التأشير عليها مرة واحدة ثم الضغط على تعديل معالجة، سيظهر اسمها يمكن التعديل عليه، كذلك التعديل على السعر، ثم إجراء حفظ أو تراجع. لحذف معالجة بنفس الطريقة، نقوم بالتأشير عليها ثم حذف. ستظهر هذه رسالة التأكيد. عملية الحذف عملية هامة جدا، ويجب التأني وأخذ الحذر والحيطة عند إجراء عملية حذف المعالجات، وخاصة إذا ما كانت هذه المعالجات قد قام باستخدامها الأطباء في شاشة الأطباء والمعالجة. ولذلك يمكن لمسؤول النظام إجراء عملية الحذف في بداية إعداد البرنامج، ولكن فيما بعد يجب توخي الحذر أثناء حذف أي معالجة. إذن بالضغط على نعم
تم عملية الحذف بنجاح. هكذا قمنا بتوضيح كيف يمكن إضافة معالجة، وكيف يمكن التعديل على معالجة، وكيف كذلك حذف هذه المعالجة. لإعادة عرض جميع المعالجات نقوم بمسح الإدخال الموجود في مربع البحث، وستظهر المعالجات مرة أخرى. إذن ما الذي يجب على مسؤول النظام القيام به هنا؟ يجب أولا ضبط أسماء وأسعار المعالجات، ليس بالضرورة جميع المعالجات، ولكن يمكن الاكتفاء حاليا بضبط أسعار المعالجات التي تستطيع عيادتك أو مركزك القيام بها. ولتوضيح ذلك سنقوم مثلا بضبط استئصال عصب كما ذكرنا سابقا، تأشير عليها ثم تعديل، ثم إجراء أي تعديل على الاسم والسعر 1000. حفظ موافق. ننتقل إلى المعالجة الثانية بنفس الطريقة، سنقوم بتعديل السعر إلى 1500. حفظ موافق. وهكذا تكرر الخطوة لكل المعالجات أو تلك المعالجات التي يستطيع مركزك أو عيادتك القيام بها، مبدئيا بضبط الأسماء وضبط أسعارها، وهذه عملية هامة جدا هي ضبط الأسعار بما يتوافق مع الأسعار المعمول بها في مركزك أو عيادتك. النقطة الثانية التي يجب القيام بها هي إضافة المعالجات الغير موجودة هنا في القائمة. قبل إجراء الإضافة يفضل عمل بحث على هذه المعالجة، إذا لم تظهر فيتم إضافتها بنفس الطريقة التي ذكرناها سابقا. ننتقل للنقطة الثالثة التي يجب القيام بها في شاشة المعالجات هنا، ولكن قبل ذلك ننوه أن الأسعار التي قمت بتعريفها هنا للمعالجات هي أسعار عامة، ويمكن تخصيص أسعار المعالجات فيما بعد في البنود الأخرى كما سنرى، وتخصيص سعر معين لطبيب معين وسعر آخر لنفس المعالجة لطبيب آخر، بالإضافة إلى تخصيص أسعار المعالجات لجهات التأمين والتعاقد وغيرها. إذن الشيء الثالث الذي يجب ضبطه في هذه الشاشة هي مراحل وخطوات تنفيذ وإجراء المعالجة. فكما نعلم أن هناك معالجات لا تحتاج إلا لجلسة واحدة سريرية في العيادة لتنفيذها، مثلا تنظيف الأسنان، وبالتالي لا تحتاج هذه المعالجة لمراحل أو خطوات. أما المعالجات التي تحتاج إلى أكثر من جلسة أو أكثر من خطوة أو مرحلة، أو تلك التي تحتاج إلى إجراء أو عمل في المعمل، فيجب إضافة هذه الخطوات في القسم الخاص بها. وللقيام بذلك نقوم أولا باختيار المعالجة، ولنفترض مثلا حشر وقائي لنقاط التسوس، نجد أنه لا يوجد هناك أي مراحل أو خطوات تنفيذ وإجراء للمعالجة. الطبيب هنا يقرر إذا كانت هذه المعالجة تحتاج إلى خطوات. ما سنقوم به هنا هو شرح أمثلة فقط، قد لا تكون صحيحة بالمعنى الطبي، ولكن للتوضيح. إذا أردنا أن نضيف مرحلة، نجد أن قسم مراحل وخطوات التنفيذ كذلك يحتوي على ثلاثة أزرار: إضافة مرحلة وتعديل مرحلة موجودة مسبقا وحذف مرحلة. إذن سنقوم بإضافة مرحلة، سيقوم البرنامج تلقائيا بعرض مجموعة من الخطوات المعرفة مسبقا. من أين يأتي البرنامج بهذه الخطوات؟ كما ذكرنا لو عدنا قليلا إلى شاشة الإعدادات الأساسية، هناك خطوات المعالجات، والتي كما ذكرنا تحتوي على مجموعة من الخطوات التي يتم إدخالها هنا. إذا أردت إضافة خطوة أو تعديل خطوة، كل ما عليك هو الانتقال لبند الخطوات ومن ثم إضافتها، وبالتالي ستظهر تلقائيا هنا. إذن على سبيل المثال سنقوم بإضافة مرحلة، هذه المرحلة هي UCD بالنقرة المزدوج عليها، تم إضافتها. إذا كانت هذه الخطوة أو المرحلة في تنفيذ المعالجة تحتاج إلى إجراء معمل، فيتم التأشير على زر معملي، سيتم فتح نموذج لاختيار ما هو العمل المعملي المرتبط بهذه الخطوة. وبنفس الطريقة من أين تأتي هذه الأعمال المعملية أو أصناف المعامل؟ تأتي من البند الثالث الذي تعرضنا له سابقا، وهو أصناف المعمل، حيث قلنا أن البرنامج فيه مجموعة من الأصناف المعمل أو من الأعمال المعملية المعرفة قياسيا، ويمكنك بنفس الطريقة إضافة الأصناف وتعديل أسعارها ومن ثم اختيارها هنا. إذن كما ذكرنا، لنفترض أن هذه الخطوة لا تحتاج إلى إجراء معملي، سنقوم بإضافة مرحلة أخرى أو خطوة أخرى
وهي تنفيذ في المعمل وتحتاج إلى عمل في المعمل، وهذا العمل هو عبارة عن أكريل شفاف. إذا قمنا، هذه الخطوة تحتاج إلى تنفيذ في المعمل. نستطيع أيضا إجراء تعديل لهذه الخطوة باختيار خطوة بدلا عنها، هنا قام بإضافتها، أو إضافة خطوة جديدة، وعن طريق زر حذف مرحلة أو خطوة نقوم بحذف هذه المرحلة، وهكذا. إذن نلاحظ أنه بمجرد النقر على أي معالجة ستظهر الخطوات المعرفة تلقائيا على مسؤول النظام أن يقوم ب أو الطبيب المسؤول أن يقوم بضبط الخطوات بما يتناسب مع طبيعة المعالجات، وأن لا ينسى أن إذا كانت الخطوة تحتاج إلى تنفيذ في المعمل يجب التأشير على هذا الخيار ثم اختيار ما هو العمل المعملي الذي يجب تنفيذه في هذه الخطوة أو المرحلة. يمكننا أن نسأل سؤال هنا، ما أهمية إضافة هذه الخطوات وأين يتم استخدامها؟ أهمية هذه الخطوات أن الطبيب فيما بعد من خلال شاشة الطبيب بمجرد اختياره للمعالجة ستظهر في شاشته الخطوات والمراحل، ويستطيع بذلك تحديد جلسة لكل خطوة وإعطاء موعد للخطوة القادمة والتأشير على الخطوات أو المراحل التي تم تنفيذها ومخاطبة المعامل بالنسبة للخطوات التي تحتوي أو التي تحتاج إلى إجراء في المعمل، وبالتالي إنشاء سجل متكامل ودقيق للمريض يمكن بسهولة متابعته والاطلاع عليه. بهذا الشكل نكون قد أكملنا شرح شاشة تعريف وتعديل المعالجات، وكما ذكرنا سابقا أن هذا البند يعتبر من أهم البنود وهو أساس عمل النظام المعالجي للبرنامج، وحتى إذا أخذ وقتا من مسؤول النظام يجب الاهتمام فيه وضبط المعالجات بدقة وإضافة المعالجات والاستعانة بالمعالجات القياسية التي تأتي بالبرنامج مع إمكانية التعديل عليها والإضافة عليها وعدم الالتزام بهذه المعالجات، فهذه معالجات قياسية قد تكون معمول فيها في أحد المراكز أو العيادات وقد لا يعمل بها في مركز أو عيادة أخرى، وبالتالي يتم ضبطها حسب رغبة الطبيب المسؤول وحسب حاجة العيادة أو المركز. سنقوم بالخروج من هذه الشاشة والعودة إلى شاشة الإعدادات الأساسية. إذن تطرقنا إلى بند المعالجات وقلنا أن المعالجات تحتاج إلى خطوات، أن كل معالجة قد تحتاج إلى خطوات، وهذه الخطوات هنا كما ذكرنا يمكن التعديل عليها، وكذلك أن بعض الخطوات تحتاج إلى إجراء معملي يتم إضافة الإجراءات المعملية المعرفة هنا مع إمكانية التعديل والإضافة على أصناف المعمل. ما نحب أن نوضحه هنا أن كل خطوة يجب تحديد نوعها، هل يتم تنفيذ هذه الخطوة كلينيك سريريا في العيادة أو في المعمل، فإذا كانت في المعمل فإنه يلزم أو يكون واجب إضافة العمل المعملي المطلوب لتنفيذ هذه الخطوة، وكذلك عند ضبط أصناف المعمل أو الأعمال المعملية يجب ضبط الأسعار التي يقدمها لنا المعمل لقاء تنفيذ هذه العملية المعملية. ننتقل الآن إلى بند آخر يجب ضبطه في بداية العمل مع البرنامج، وهو تسعيرة ومعالجة الأطباء. لتوضيح الفكرة لابد من الاستعانة بمثال عملي، ولكن قبل ذلك ما المقصود بتسعيرة ومعالجة الأطباء؟ رغم أننا في البند السابق المسمى المعالجات هنا قد قمنا بضبط المعالجات التي تقوم بها العيادة وضبطنا أسعارها ومراحل تنفيذها، ويجب من خلال هذا البند إذن ومن خلال هذا البند يتم إضافة المعالجات المطلوبة لكل طبيب على حدة. الهدف من هذا الخيار هو إمكانية إضافة معالجة معينة إلى طبيب وعدم إضافتها إلى طبيب آخر حسب قدرة الطبيب على تنفيذها أو لا، كما تتيح أيضا التحكم في سعر المعالجة نفسها إذا أراد مسؤول النظام ذلك، فالمعالجة التي يقوم بها طبيب محترف قد يختلف سعرها عن نفس المعالجة التي يقوم بها طبيب حديث التخرج أو مبتدئ، مع إمكانية توحيد السعر لجميع الأطباء. وللتوضيح أكثر بمثال عملي نلاحظ مبدئيا أن هناك فرق بين الأسماء التي تعرض هنا والأسماء التي تعرض في الأطباء والموظفين. هنا الأطباء والموظفين سيتم عرض جميع الأطباء والموظفين
الموظفين الذين تم تعريفهم في البرنامج. أما في تسعيرة ومعالجة الأطباء فلن يتم عرض إلا الأطباء. افتراضيا دكتور محمد أحمد، لأنه تم إنشاؤه افتراضيا من قبل البرنامج عند تشغيل البرنامج لأول مرة كما ذكرنا سابقا، فإنه سيتم منحه جميع المعالجات افتراضيا، ولكننا هنا لغرض الشرح قد قمنا بحذف هذه المعالجات. فكما نرى الدكتور محمد أحمد عند إجراء التعديل نرى أنه لم يتم إضافة أي معالجات له، ولتوضيح ذلك بشرح عملي سوف نقوم بتصغير هذه الشاشة ثم نذهب إلى شاشة الاستقبال لتسجيل حالة جديدة عن طريق موظف الاستقبال. تسجيل حالة جديدة أو مريض عادي، أيمن. محمد أحمد، العمر 33 عاما، ذكر، تليفون، رقم تليفون. هذه الحالة سيقوم موظف الاستقبال بتسجيلها للدكتور محمد. يمكن الاستعانة بزر انتر للتنقل الافتراضي بين جميع المكونات. هنا تم تسجيلها، نقوم بحفظ ثم إغلاق الشاشة. نجد أنه قد تم تسجيل المريض للطبيب محمد أحمد وما زال في الانتظار. نقوم بإغلاق شاشة الحالي. المستخدم الحالي هو دكتور محمد أحمد، سيذهب إلى قائمته شاشة الطبيب والمعالجة، ثم سيقوم بإدخال حالة من الاستقبال. سيجد أن لديه حالة واحدة في الاستقبال بالنقر المزدوج على الاسم كما نرى، اسم المريض تم إدخاله. إذا ذهب هذا الطبيب إلى بيانات التشخيص، علما بأن هذه الشاشة سنقوم بشرحها بالتفصيل في الدرس القادم، نجد أنه في قائمة المعالجات لم يتم إظهار أي معالجة. لماذا؟ لأنه لم نقوم بإضافة أي معالجات لهذا الطبيب. سنقوم بالخروج من هذه الشاشة وعدم حفظ البيانات لكي نعود لها مرة أخرى، ثم نذهب إلى تسعيرة ومعالجة الأطباء ونقوم باختيار دكتور محمد أحمد، ثم نقوم بإضافة جميع المعالجات عن طريق هذا الزر. هذا الزر يقوم بإضافة جميع المعالجات دفعة واحدة لهذا الطبيب. نعم، تم إضافة المعالجات لهذا الطبيب. نقوم بإغلاقها وسنعود لها لاحقا. مرة أخرى من شاشة الطبيب، يقوم الطبيب بفتح شاشة الطبيب ثم إدخال حالة من الاستقبال. سنقوم بإدخال الحالة مرة أخرى إلى شاشة الاستقبال، أو عفوا إلى شاشة الطبيب. إذا ذهب إلى بيانات تشخيص المعالجة نجد أنها قد ظهرت له جميع المعالجات التي يستطيع القيام بها. خروج، نعود لشاشتنا. إذن الآن قد وضحت الفكرة أن المعالجات التي يتم إضافتها لهذا الطبيب ستظهر له في شاشته، ويمكن التحكم بهذه المعالجات. نذهب إلى الشاشة مرة أخرى، نجد أن هذه الشاشة تحتوي على تبويبين. التبويب الأول هو للمعالجات العامة، والتبويب الثاني هو لمعالجات التعاقدات والتأمينات. وهذا التبويب يتم بنفس الطريقة التي سنشرحها هنا، ولكننا لن نشرح هذا التبويب لأن تبويب معالجات التعاقدات والتأمينات سيتم تخصيص درس خاص لها في الدروس القادمة بإذن الله. نلاحظ في هذه الشاشة أنه في أعلى الشاشة يتم عرض الطبيب واسم الطبيب ورقمه والنسبة المحددة له. النسبة المحددة بما أن هذا المستخدم هو مسؤول النظام أو صاحب المركز، فإن النسبة المحددة له هي 100%. لذلك سنستعين بطبيب آخر لتوضيح الفكرة، مثلا الدكتورة هبة. نجد أن النسبة المحددة لها هي 33% من إجمالي أي معالجة سيتم إضافتها لها. نلاحظ هنا أنه لم يتم إضافة أي معالجة. هنا نجد جميع المعالجات التي تم تعريفها وضبط أسعارها سابقا ستظهر هنا، وبالتالي يمكن إضافة واختيار المعالجات كما ذكرنا سابقا. هناك شاشة بحث هنا للبحث عن معالجة معينة، نفترض أننا نريد أن نبحث قلق. إذن بمجرد التأشير على المعالجة ثم استخدام هذا الزر سيتم كما نرى إضافتها تلقائيا، ويمكن بهذه الطريقة إضافة المعالجات التي نريدها. نلاحظ أن المعالجة إذا تم إضافتها من قبل
سيتم تعطيل هذا الزر، دليل أن المعالجة مضافة من قبل. أما إذا تم تفعيله فإن المعالجة غير مضافة. يمكن الاستعانة كذلك بهذا الزر لتمكين الطبيب من جميع المعالجات دفعة واحدة، بدلا من إضافة المعالجات معالجة معالجة يتم إضافتها دفعة واحدة. ستظهر رسالة تأكيد: لقد اخترت زر إضافة جميع المعالجات للطبيب دفعة واحدة، في حال كان هناك معالجات تم اختيارها أو تعديل في أسعارها سابقا سيتم استبدالها. إذا كانت موجودة هنا سيتم استبدالها. نعم، هكذا تم إضافة جميع المعالجات. نلاحظ أنه يظهر هنا اسم المعالجة وسعر المعالجة، السعر الذي ضبطناه في بند المعالجات، ونسبة الطبيب والمبلغ المترتب عليه. يمكن هنا أيضا التحكم في سعر المعالجة كما ذكرنا لكل طبيب على حدة. فمثلا لنفترض أن هذه الأمامية ب4200، لنفترض أن هذا الطبيب أو أن الطبيبة هبة هي طبيبة حديثة التخرج، وبالتالي سوف نقوم بتخفيض سعر المعالجة لديها إلى 4000 ريال، وهنا سيتم الاحتساب 33 من 4000، وهي 1320 ريال. بهذا الشكل نستطيع من خلال هذه الشاشة المرنة التحكم في ما هي المعالجات التي يجب أن نعطيها للطبيب وما هي المعالجات التي يجب أن لا نعطيها له. كذلك نستطيع أن نتحكم في سعر المعالجة لهذا الطبيب وسعر المعالجة للطبيب الآخر. لدينا هنا زر بحث للبحث هنا في المعالجات، وكذلك زر حذف للمعالجة. نفترض أن هذا الطبيب غير قادر على القيام بمعالجة استئصال عصب لأنه حديث التخرج أو لأنه مبتدئ أو لأنه تحت التجريب أو إلى آخره، يمكن حذف هذه المعالجة عليه. نعم، تم حذفها. يمكن إعادة هذه المعالجة له مرة أخرى كما ذكرنا من هنا إلى آخره. بهذا الشكل نستطيع أن نخصص المعالجات وأسعارها بالنسبة للطبيب. إذن النقطة التي يجب القيام بها هي إضافة المعالجات جميعها. في العادة وفي أغلب المراكز فإنه يتم إضافة جميع المعالجات لجميع الأطباء وتكون موحدة، ولكن كما رأينا أن القرار لك في تحديد الأسعار وتحديد المعالجات. سنقوم بنفس المهمة بالنسبة للدكتور سامح، تعديل ثم نقوم بإضافة جميع المعالجات له. وبهذا نكون قد انتهينا من ضبط تسعيرة ومعالجة الأطباء، وننتقل إلى البند الآخر وهو المعامل. إذا ننتقل إلى بند المعامل، يجب تعريف معمل واحد على الأقل من المعامل التي تتبع العيادة أو يتم التعامل معها لتنفيذ المعالجات التي تحتاج إلى إجراءات معملية أو أعمال معملية. يفضل قبل إضافة المعامل التشيك على بند أصناف المعمل لضبط أسعارها. فنجد مثلا أكريل شفاف أن سعره 5000 ريال، نقوم بضبطها إلى 1200 مثلا. حفظ، بما أنه تم تغيير السعر فهل تريد البرنامج أن يغير كذلك الأسعار تلقائيا في جميع المعامل المعرفة لديك؟ نعم. إذن تم تغيير سعر هذه المعالجة إلى 1200، وهكذا. يجب ضبط جميع الأسعار التي يقدمها المعمل لقاء تنفيذ هذه المعامل. بعد ذلك ننتقل إلى المعامل. وضبط أسعار الأعمال المعملية هام جدا حسب السعر المعمول به في عيادتك، لأن البرنامج سيستخدم هذا السعر في محاسبة المعامل على ما ستقوم به للعيادة. وهكذا بعد ضبط أصناف المعمل نعود مرة أخرى إلى بند المعامل. نجد أن هناك افتراضيا معمل واحد فقط باسم سوبر سن، نقوم بإجراء التعديل عليه إما بالنقر المزدوج أو التأشير عليه وضغط زر تعديل، ثم نقوم بإجراء تعديل لاسم المعمل الذي يتبعك. ولنفترض معمل قياسي افتراضي، وأنت تكتب الاسم الذي تريده، اسم المالك، أرقام التليفونات، ثم نقوم بإجراء عملية حفظ. هذا المعمل لم يتم إضافة أي عملية معملية له. بنفس الطريقة يمكن إضافة أعمال معملية إلى معمل وعدم إضافتها إلى معمل آخر، تستطيع أن تتحكم. إذا أردنا إضافة جميع العمليات للمعمل فبكبسة زر واحدة سيتم إضافتها. إذا أنشأنا معمل آخر وقمنا بإضافة هذه المعملية فيمكننا أيضا تعديل السعر. فمثلا هذا المعمل نتيجة لأنه يستخدم مواد أولية قياسية وهامة سيحتسب لنا
سعر المعمل ب1500، بينما المعمل الآخر الذي سنعرفه سيحتسبها ب1200، وهكذا نستطيع تخصيص الأسعار حسب المعمل أو حسب الليستة أو اللائحة التي نتعامل بها مع هذا المعمل، ثم يجرى حفظ. نجد قبل ذلك أن لدينا هنا زر لإضافة عمليات محددة، وهذا الزر يقوم بإضافة جميع العمليات، وهذا الزر يقوم بحذف عملية محددة من هذا المعمل، ثم نقوم بإجراء حفظ وخروج. نجد أنه قد تم تغيير اسم المعمل. سنقوم بإضافة معمل آخر، ولنفترض أنه معمل رقم 2 المالك فهد. العنوان يتم كتابة العنوان هنا وأرقام التليفونات، ثم حفظ بيانات المعمل. بعد ذلك نقوم بإضافة الأعمال لهذا المعمل، ولكننا لن نقوم بإضافة جميع العمليات كما حدث في المعمل السابق، وإنما عملية عملية. سنقوم بإضافة أكريل عادي لسعرها في هذا المعمل ب1300، ثم إضافة عملية محددة أخرى تقويم مع موسعة ونترك سعرها كما هي، ثم إضافة، وهكذا يتم إضافة العمليات. أنت أمام خيارين، إما أن تضيف عملية عملية أو أن تقوم بإضافة جميع العمليات المعملية دفعة واحدة عن طريق هذا الزر، ويمكنك الإبقاء على السعر الذي قمت بتعريفه سابقا الموحد لجميع المعامل، أو أن تحدد سعر خاص بهذا المعمل لقاء تنفيذ هذه العملية. وبالتالي من شاشة الطبيب عندما يتم إرسال العمل إلى المعمل سنقوم باختيار من هو المعمل الذي سيقوم بالتنفيذ، ومباشرة سيأتي البرنامج ويأخذ السعر المحدد هنا ويقوم باحتسابه لهذا المعمل كما سنرى لاحقا. إذن بهذا الشكل نكون قد قمنا بشرح كيفية إضافة المعامل وكيفية إضافة الأعمال المعملية التي ستقوم بها هذه المعامل وأسعارها. وننتقل إلى البند الآخر، وهو بند وحدات الأصناف. لا تحتاج لإجراء أي تعديل عليه، ولكن لمزيد من التفصيل، المقصود بوحدات الأصناف هي الوحدات المستخدمة في تعريف الأصناف المعملية السابقة. نلاحظ في الأصناف المعملية عند القيام بتعديل أي صنف معملي ستظهر هنا مجموعة من الوحدات. من أين يأتي البرنامج بهذه الوحدات إذا أردنا إضافة وحدة غير موجودة؟ من هنا، من هذا البند وحدات الأصناف. بمجرد إضافة وحدة جديدة ستظهر كما ذكرنا في شاشة أصناف المعامل. إذن وحدات الأصناف الخاصة بأصناف المعامل. البند الآخر هو المواد الأولية، والمقصود بها المواد والأدوات الطبية التي يتم شراءها من الموردين أو من التجار إما نقدا أو آجل، وسنحتاجها لاحقا لضبط المستودعات والمخازن، وهي هامة جدا لضبط الأرباح والخسائر، ولكنك لن تحتاجها حاليا، وسنقوم بشرحها بالتفصيل في دروس قادمة عند شرح كيفية إثبات الوارد من هذه المواد إلى المستودع أو المخزن وصرفها للتنفيذ ومحاسبة الموردين وضبط أرصدتهم وصرف المواد للأطباء وغيرها. بند الأدوية كذلك لن تحتاج للقيام بأي شيء في بند الأدوية، حيث أن هناك مجموعة من الأدوية القياسية التي تم تعريفها في البرنامج والتي تخص أطباء الأسنان، وأنت في هذه المرحلة لست بحاجة للقيام بأي تعديلات أو إضافات، مع إمكانية القيام بأي تعديلات تراها أو إضافات تريدها هنا وبكل حرية. البند الآخر هو بند جرعات الأدوية. كما قلنا أن جرعات الأدوية هي الجرعات المستخدمة في تحديد الأدوية في البند السابق. بند التأمين والتعاقدات، ومن خلال هذا البند يتم إضافة الجهات التي تتعامل معها بنظام التأمين ونظام التعاقد، حيث تستطيع من هنا إضافة عقود جهات التأمين والتعاقد ونسب التأمين والمعالجات الخاضعة للتأمين والتعاقد وأسعارها وغيرها من البيانات الأخرى. نحن الآن لن نتكلم ونشرح كثيرا هذه الجزئية رغم أهميتها، لأنه سيتم شرحها بالتفصيل لاحقا في سلسلة الدروس القادمة وبدرس مخصص خصيصا لشرح طريقة التعامل مع جهات التأمين والتعاقدات وكيف ضبط هذه الجهات وكيفية التعامل معها. فيما يخص البنود الأخرى مثل الصناديق والعملاء والموردين وعادات المرضى والأمراض الجانبية وأسماء الأسنان وشكل الوجه وشكل الأسنان والشفاء وغيرها وحركات المدفوعات والمقبوضات والمنصرف، فإنك لست بحاجة لإجراء أي تعديل عليها، ومجموعة البيانات القياسية التي تأتي مع البرنامج كافية للقيام بجميع أنشطة المراكز والعيادات الطبية المتوسطة والضخمة وحتى الصغيرة، وبالتالي لن تحتاج إلى
القيام بأي تعديل مع إمكانية الرجوع إليها، وسنقوم بالرجوع إليها فيما بعد عند شرح الجزئيات الأخرى المتقدمة والاحترافية في البرنامج، ولكننا في هذا الدرس المخصص لضبط الإعدادات الأساسية في أول مرة نستخدم فيه البرنامج وتهيئته لاستقبال أول حالة مرضية لن نحتاج لإجراء أي تعديل أو إضافة عليها. بهذا الشكل نكون قد أكملنا الجزء الثالث والهام جدا من درس اليوم الخاص بتهيئة البرنامج للعمل، حيث قمنا بشرح الإدخالات الأساسية الخاصة ببيانات العيادة وضبط العملات وتعريف الأطباء والموظفين والمعالجات وضبط تسعيرة ومعالجات الأطباء والمعامل وأصناف المعمل أو الأعمال التي يتم تنفيذها في المعمل. وننتقل الآن إلى الجزء الرابع والأخير، وبعدها سيصبح البرنامج جاهزا لاستقبال أول حالة وتسجيلها وإجراء المعالجة لها. إذن الجزء الرابع والأخير سنشرح فيه ضبط رسوم تسجيل المرضى وأسعار الكشافات أو أشعة إكس راي وإنشاء المستخدمين ومعهم الصلاحيات وضبط تاريخ الجهاز. سنقوم أولا بإغلاق شاشة الإعدادات الأساسية، ونذهب مرة أخرى إلى قائمة إدارة النظام، ونختار الأمر التحكم بصلاحيات البرنامج. سيتم فتح شاشة هامة جدا، هذه الشاشة هي شاشة تحكم متقدم لمسؤول النظام بالبرنامج. نجد أنها مقسمة إلى قسمين من الصلاحيات، الصلاحيات على مستوى البرنامج لجميع المستخدم، أي أن أي إجراء في هذا القسم يتم فإنه سيتم تنفيذه على جميع المستخدمين الذين سيتم إنشاؤهم بدون استثناء. أما القسم الآخر والذي لم نتعرض له في درس اليوم وسنشرحه في دروس قادمة هي صلاحيات على مستوى المستخدم، حيث نقوم باختيار مستخدم معين ثم نطبق له صلاحيات معينة، ولكننا كما ذكرنا سنتطرق لهذا القسم في سلسلة الدروس القادمة بإذن الله. إذن ما الذي يجب القيام به هنا؟ في هذا القسم سنجد مجموعة من الصلاحيات الهامة والمهمة مثل سعر المعاينة وسعر إكس راي وتخفيض للزيارة القادمة في أسعار المعاينة وأسعار الكشافات خلال مدة معينة، وإضافة لخصائص مثل تمكين الدخول بالمستخدم الافتراضي وتمكين الحذف في نموذج الإعدادات الأساسية وتمكين الحذف للأحداث في مسجل أحداث النظام وتمكين استلام مبالغ أو رسوم إلى الطبيب مباشرة وتمكين التعديل بسعر المعالجات من خلال شاشة الطبيب. ولنبدأ بشرح بعض الجزئيات بشكل من التفصيل. هنا يتم تحديد السعر، سعر المعاينة، والمقصود بسعر المعاينة هو المبلغ المالي الذي يقوم بدفعه المريض عند تسجيله في شاشة الاستقبال، رسوم التسجيل أو رسوم المعاينة، ولنفترض أنها في عيادتك. إذا كانت مجانية فستقوم بوضع الرقم 0 أي أنها مجانية، وإذا كانت جميع أشعات إكس راي العلاجية والتشخيصية مجانية كذلك ستقوم بوضع 0 ثم إجراء عملية الحفظ. أما إذا كان هناك رسوم معينة تفرضها عيادتك أو مركزك فيمكن وضع الرقم الذي تريده هنا، فمثلا نفترض أنها ب25 ريالا وأشعة إكس 15 ريالا ثم إجراء حفظ. هكذا نكون قد ضبطنا سعر المعاينة أو رسوم التسجيل وسعر أشعة إكس. هناك خيارات أنه يمكن تخفيض هذا السعر للزيارة القادمة خلال مدة 15 أو 20 يوما، يعني إلى مبلغ من 25 إلى 10 ريالات، أي أن المريض إذا قام بالتسجيل اليوم وقمنا بمعالجته وانتهى الموضوع ثم رجع إلينا مرة أخرى خلال 20 يوم فإنه ستكون سعر المعاينة للحالة الجديدة 10 ريال. إذن تستطيع هنا التحكم بالأيام التي تسري فيها التخفيض ويتم كتابتها بالأيام وليس بالأشهر، فمثلا إذا كان بعد شهرين سنكتب 60 يوما إلى مبلغ 10 ريال، وكذلك بنفس الطريقة يتم التحكم بالتخفيض سعر الكشافة للزيارة القادمة أو للمعالجة الجديدة القادمة للمريض إذا عاد خلال أيام معينة إلى مبلغ معين نفترض 7 ريال. أما إذا لم يكن هناك أي تخفيض فيتم إدخال الرقم 0 هنا وهنا، وبالتالي لا يوجد أي تخفيض في أي وقت يعود فيه المريض يجب عليه دفع الرسوم المحددة هنا ثم إجراء عملية حفظ. بهذا الشكل نكون قد قمنا بضبط سعر المعاينة وسعر كشافات الإكس راي المعمول بها في
عيادتك أو مركزك. لتوضيح ذلك بمثال عملي، نجد أن موظف الاستقبال عندما يذهب ويسجل حالة جديدة، تسجيل حالة جديدة، نجد أن البرنامج قد أظهر هنا صافي المعاينة مبلغ 25 ريال، وهو المبلغ الذي حددناه كمبلغ رسمي لأجور ورسوم المعاينة. هذا فقط للتوضيح. سنقوم بالخروج ونعود مرة أخرى إلى شاشة التحكم بصلاحيات البرنامج لشرح خيار آخر، وهو تمكين الدخول بالمستخدم الافتراضي. أثناء تشغيل البرنامج ذكرنا أنه في شاشة تأمين البرنامج يوجد هناك زر باسم مستخدم افتراضي، بمجرد الضغط عليه فإنه سوف يقوم بتفعيل كلمة مرور واسم مستخدم افتراضي مخزن بالبرنامج، ويمكن الدخول عن طريقه للبرنامج. يفضل أن يكون هذا المستخدم الافتراضي معطل لكي لا يستطيع أحد الدخول إلى البرنامج بواسطته، خصوصا إذا كان لا يملك أي صلاحيات للدخول للبرنامج. ولكن قد يضطر مسؤول النظام أحيانا إذا نسى كلمة السر الخاصة به أن يقوم بتفعيل هذا الخيار مؤقتا لكي يستطيع الدخول وإنشاء مستخدم خاص به أو التعديل، ولكن يفضل كما ذكرنا أن يكون هذا الخيار معطل. كذلك يوجد خيار آخر باسم تمكين الحذف في نموذج الإعدادات الأساسية. نرى هنا في نموذج الإعدادات الأساسية أن أي بند يحتوي على زر حذف، وهذا زر الحذف خطير جدا، ولكي لا يقوم به المستخدم سواء أنا المستخدم أو مسؤول النظام بالخطأ فإنه يتم تعطيله من هنا، هو يأتي معطل. لكن إذا أردنا القيام بحذف مثلا نجد أنه تم تعطيل وظيفة هذا الزر من قبل المسؤول، قم بتفعيله من نموذج التحكم بصلاحية البرنامج أي من هنا. إذا قام بتفعيله فإنه سيتمكن من إجراء عمليات الحذف. الآن يستطيع إجراء عملية الحذف. ستؤثر عملية الحذف على البيانات المرتبطة هل تريد؟ طبعا نحن لا نريد، وإنما لغرض التوضيح فقط. يفضل ألا يتم تفعيل هذا الخيار إلا في حالة أراد مسؤول النظام القيام بإجراء عملية الحذف. هنا خيار آخر، تمكين الحذف للأحداث في مسجل أحداث النظام. سنقوم بإغلاق شاشة الإعدادات الأساسية لتوضيح ذلك. كما ذكرنا سابقا وسنذكر في خلال دروسنا أن البرنامج لديه مسجل للأحداث يقوم بتسجيل كل صغيرة وكبيرة يقوم بها المستخدمون سواء بعمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف، ويتم الوصول إليها من خلال قائمة ملحقات وإضافات مسجل أحداث النظام. نلاحظ أن النظام يقوم بتسجيل كامل الأحداث هنا، وبالتالي تحتوي شاشة مسجل الأحداث على حذف للحدث المحدد، وهذه عملية خطيرة، فقد يقوم أحد المستخدمين بإجراء معين ويتم تسجيل حدث هنا ثم يأتي ليقوم بحذف هذا الحدث، وبالتالي يتم تعطيل زر الحذف هذا من خلال هذه الشاشة. هي معطلة افتراضيا، تمكين الحذف للأحداث في مسجل أحداث النظام لا، إذا قمنا بتفعيلها فإنه يمكن إجراء عملية الحذف، وبالتالي يفضل أن تكون معطلة. آخر جزئية في درس اليوم هي إنشاء المستخدمين ومنحهم الصلاحيات. لتوضيح ذلك سنقوم بالرجوع إلى شاشة الإعدادات الأساسية. سنقوم أولا بإغلاق هذا النموذج ثم الذهاب إلى قائمة إدارة النظام الإعدادات الأساسية. سنذهب أولا إلى بند الأطباء والموظفين، والسؤال هنا هل يستطيع هؤلاء الأطباء وموظف الاستقبال الدخول إلى البرنامج؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه لم يتم إنشاء مستخدم خاص لكل منهم. إذن كيف يتم إنشاء المستخدمين ومنح الصلاحيات؟ إن المستخدم الأول المسمى دكتور محمد أحمد تم إنشاؤه تلقائيا من قبل النظام، وبالتالي فإنه قد تم إنشاء مستخدم له وكلمة مرور في بداية تشغيل البرنامج، وكما ذكرنا بأننا استطعنا عن طريق اسم المستخدم دكتور محمد أحمد عن طريق المستخدم الخاص به وكلمة المرور الدخول إلى البرنامج لإجراء عملية الشرح الخاصة بنا. إذن دكتور محمد أحمد هو مسؤول النظام، وبالتالي فله جميع الصلاحيات، وقد تم إنشاء مستخدم وكلمة مرور خاصة به. ولكن الذي قمنا بإضافته مؤخرا مثل دكتورة هبة والدكتور سامح وأنور محمد قاسم
وعلي أنور محمد وإياد علي أحمد. هؤلاء موظف الاستقبال وموظف الخزينة أو الصندوق وموظف الكشافات، لم يتم إنشاء أي مستخدم لهم، وبالتالي لا يستطيعون حتى الآن الدخول إلى البرنامج. إذا قمنا بالذهاب إلى قائمة إدارة النظام وتعديل المستخدمين، سنجد أنه لا يوجد إلا مستخدم واحد فقط، هو MOH خاص بدكتور محمد أحمد. عدد المستخدمين واحد فقط، وبالتالي سنقوم الآن بإضافة مستخدمين للأطباء والموظفين الذين تم تعريفهم سابقا عن طريق قائمة إدارة النظام. نجد أن هناك الأمران تعريف المستخدمين وتعديل المستخدمين. سنستخدم تعريف المستخدمين. هنا يتم كتابة اسم المستخدم. لنفترض أننا سنقوم بتعريف مستخدم خاص بالدكتورة هبة. سنقوم بإنشاء مستخدم، اسم المستخدم HEB، كلمة المرور 123 افتراضيا. وستستطيع الدكتورة هبة في أول تسجيل للبرنامج عن طريق الأمر الموجود في قائمة ملحقات وإضافات تغيير كلمة السر الخاصة بي بتغيير كلمة المرور هذه إلى كلمة مرور تخصها هي ولا أحد يعرفها غيرها. نوع المستخدم، هل هو مستخدم أم مسؤول؟ هنا يجب التنويه إلى نقطة هامة جدا، بأن أي مستخدم من نوع مسؤول سوف يعطى صلاحيات كبيرة جدا في البرنامج سنتعرض لها لاحقا، وبالتالي يجب ألا يكون هناك غير مسؤول واحد فقط، وبقية المستخدمين الذين يتم إنشاؤهم سيكونون من النوع مستخدم. إذن حفظ، تم إنشاء المستخدم وتم تلقائيا منحه صلاحيات القوائم القياسية بناء على نوع وظيفته. بما أنه طبيب فإنه قد تم منحه شاشة الأطباء وإضافة إلى مجموعة من التقارير الخاصة بالطبيب تلقائيا، ويمكن التعديل على هذه الصلاحيات فيما بعد. موافق، نقوم بإنشاء مستخدم جديد خاص بالدكتور سامح. كلمة المرور 123 من نوع المستخدم حفظ. موافق، جديد، أنور محمد قاسم. أنور محمد قاسم هو موظف الاستقبال. وان تو ثري حفظ. بما أنه موظف الاستقبال سيتم تلقائيا منحه قوائم الخاصة بالاستقبال وغيرها. ثم الموظف علي أنور وهكذا يتم إنشاء مستخدم لكل موظف مسموح له بالدخول إلى البرنامج. لنفترض أن الموظف الآخر إياد علي أحمد غير مسموح له بالدخول البرنامج لأنه ممرض أو فراش أو بواب أو، فليس من المهم أن يكون له اسم مستخدم، لا يجب إعطاؤه اسم مستخدم. أما إذا كان مثلا إياد علي أحمد كالمثال الذي سنأخذه في هذا الدرس أنه موظف الكشافات، فسنقوم بإعطائه اسم مستخدم خاص به. وان تو ثري خاص بالموظف إياد. ثم إذن بهذا الشكل قمنا بتعريف المستخدمين وربطنا كل مستخدم بالموظف أو بالطبيب الخاص به. بمجرد الخروج من شاشة إضافة المستخدمين سنذهب للتأكد إلى أمر تعديل المستخدمين. نجد أن عدد المستخدمين الآن هم 6. يمكننا باستخدام الأزرار التنقل من مستخدم لآخر، ويمكن إجراء تعديل على كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بهذا المستخدم عن طريق زر التعديل، كذلك يمكن حذفه نهائيا. سنقوم بإغلاق هذا النموذج. إذن كل ما علينا الآن هو إعطاء كل موظف كلمة السر واسم المستخدم الخاص به ليقوم بتسجيل الدخول إلى البرنامج عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص به المربوط ضمن الشبكة، ثم يتوجه مباشرة إلى قائمة ملحقات وإضافات وكتابة واختيار الأمر تغيير كلمة السر الخاصة به،
ثم يكتب كلمة السر التي قمنا بإعطائه بشكل افتراضي 1 2 3 كلمة السر أو الباسورد الحالي وكتابة الباسورد الجديد الخاص به تكراره مرتين بشكل متطابق ثم حفظ التغيرات لتغيير الباسورد الخاص به من القديم الافتراضي الذي أعطاه له مسؤول النظام إلى الباسورد الذي يخصه الجديد وعندما يقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى البرنامج سيتم باستخدام الباسورد الجديد الذي قام بضبطه وإعداده هنا. بهذا نكون قد أكملنا جزئية إنشاء المستخدمين، سنقوم فقط باختبارها ولإجراء هذا الاختبار إما أن نقوم بإغلاق البرنامج وفتحه من جديد والدخول باسم المستخدم الجديد، ولكن هناك طريقة أسهل وأسرع وهي استخدام الأمر تسجيل الخروج. هناك أمر بتسجيل الخروج، سنسجل خروجنا من المستخدم الحالي دكتور محمد أحمد ونقوم بالدخول باسم أحد المستخدمين الآخرين ولنفترض الدكتورة هبة. ما زالت كلمة السر الافتراضية هي 1 2 3 اننا دخلنا الى شاشة الدكتورة هبة المستخدم دكتورة هبة وتم منحها صلاحيات معينة مثل قائمة الطبيب. نجد ان قائمة ادارة النظام وقائمة النشاطات وغيرها من القوائم الخاصة بمسؤول النظام ليست موجودة للدكتورة هبة، لديها فقط قائمة الطبيب وقائمة التقارير وملحقات واضافات. من خلال ملحقات واضافات تستطيع تغيير كلمة السر الخاصة بها كما ذكرناها سابقا. سنقوم بتسجيل الخروج والدخول باسم المستخدم الافتراضي القياسي مسؤول النظام الدكتور محمد. اذا هذه شاشة تسجيل الخروج لها وظيفتان، اما تسجيل خروج احد المستخدمين والدخول بمستخدم اخر او تأمين الشاشة اذا اراد الطبيب او ترك شاشة البرنامج مفتوحة لفترة معينة واذا يريد من احد العبث فيها فيمكن استدعاء هذا النموذج من خلال هذا الامر تسجيل خروج او من خلال اختصار كنترول اف 1 لتظهر هذه الشاشة بحيث انه لا يستطيع احد القيام باي اجراء على النموذج الا اذا قام بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة أخرى للدخول باسم المستخدم دكتور محمد أحمد. لاحظ أنه ظهرت لديه جميع القوائم الخاصة به. هناك نقطة أخرى، كيف يمكن التحكم كذلك بالقوائم التي تم منحها افتراضيا؟ من خلال قائمة إعدادات النظام أو إدارة النظام منح صلاحيات المستخدمين ستظهر شاشة الصلاحيات هذه. نقوم باختيار المستخدم ولنفترض أنور. هذا الموظف في مثالنا هنا هو الموظف الخاص بالاستقبال وبالتالي فإن لديه قائمة الاستقبال وشاشة الاستقبال. نستطيع بكل بساطة حذف أحد الأوامر أو القوائم بالنقر المزدوج عليها هنا. هنا تظهر الصلاحيات المتوفرة في البرنامج ككل وهنا تظهر الصلاحيات الممنوحة لهذا المستخدم. إذا أردنا حذف صلاحية من الصلاحيات الممنوحة للمستخدم فيمكن باستخدام هذه الأزرار. هذا الزر يقوم بإضافة صلاحية من هنا إلى هنا وهذا الزر يقوم بإضافة جميع الصلاحيات من هنا إلى هنا وهذا الزر يقوم بحذف صلاحية من هنا وهذا الزر يقوم بحذف جميع الصلاحيات من هنا أو باستخدام النقر المزدوج كذلك. فمثلا إذا أردنا أن نقوم بحذف ترحيل المدفوعات من صلاحيات هذا المستخدم سنقوم بالنقر المزدوج عليها أو التأشير على أي صلاحية ثم حذفها. وبنفس الطريقة إذا أردنا أن نقوم بإعطائه التحكم بصلاحيات البرنامج بالنقر المزدوج ستظهر هنا التحكم بصلاحيات البرنامج وهكذا. هذه الشاشة سهلة الاستخدام. إذا كل ما على مسؤول النظام هو أن يقرر ما هو الأمر الذي يريد أن يضيفه أو أن يحذفه لهذا المستخدم ثم يقوم باستعراض الأمر والنقر عليه مرتين بالماوس لإضافته هنا أو النقر عليه مرتين بالماوس لحذفه من هنا ثم في نهاية الأمر يقوم بالضغط على هذا الزر لاعتماد الصلاحيات للمستخدم الجديدة وسيتم اعتمادها تلقائيا. وبنفس الطريقة تم منح الصلاحيات، ستصبح الصلاحيات متاحة عند إغلاق البرنامج وإعادة تشغيله. وبنفس الطريقة يتم اختيار أي من المستخدمين. لنفترض أن الموظف إياد هو موظف خاص بالكشافات، البرنامج افتراضيا تعرف أنه موظف وقام بإعطائه الصلاحيات هنا ولكننا سنقوم بتخصيصها. فمثلا باعتبار أنه موظف خاص بالكشافات أو الإكس راي فإن قائمة الاستقبال ليست من صلاحياته، سنقوم بحذفها. شاشة المواعيد وقائمة النشاطات المدفوعات سنقوم باستبعادها.
واستبعاد المقبوضات واليوميات، سنترك له سجل الكشافات وترحيل وارد مواد أولية نستبعدها، ترحيل منصرف مواد أولية، مخاطبة المعامل وجهة التأمين وحافظة الدوام. سنترك له فقط في قائمة النشاطات سجل الكشافات فقط حسب طبيعة عمله، ونقوم بحذف بقية الأوامر. سنترك له في التقارير تقارير المعامل فقط، يعني التقارير الطبية سيتم استبعادها، والتقارير المالية والمخزنية. سنترك له تقارير المعامل، وسنستبعد تقارير جهة التأمين، التقارير الإدارية. إذن تركنا له في قائمة النشاطات سجل الكشافات فقط، وفي قائمة التقارير تقارير المعمل، ثم نقوم بالضغط على إعطاء الصلاحية للمستخدم. تم منح الصلاحيات. لو أردنا أن نطبق ذلك سنقوم بتسجيل الخروج، ثم الدخول باسمه، سنجد أنه لم يمنح في قائمة النشاطات غير سجل الكشافات، وفي قائمة التقارير لم يمنح غير تقارير المعامل. أما الملحقات والإضافات فإنها تمنح افتراضيا، مثل التلميحات والمساعدة وتغيير التليفونات وإرسال رسالة للمستخدم آخر، وهذه أوامر قياسية تعطى افتراضيا لجميع المستخدمين ولا يمكن التحكم بها. وتسجيل خروج وتبديل المستخدم، هذا الأمر مشابه تماما لهذا الأمر، إضافة لإنشاء اختصارات للأوامر. إذن بهذا الشكل نكون قد استعرضنا وشرحنا طريقة إنشاء المستخدم أولا، ثم طريقة التحكم بالصلاحيات. ملاحظة هامة وأخيرة في درس اليوم، وهو أن نظام ستورم دينتال يعتمد بشكل رئيسي على التاريخ والوقت الصحيح والمضبوط بشكل دقيق وصحيح، ولأن البرنامج يقوم بضبط التاريخ والوقت بشكل تلقائي وآلي اعتمادا على الوقت والتاريخ الموجود في نظام التشغيل ويندوز، فيجب وقبل كل شيء ضبط الوقت في ساعة نظام التشغيل ويندوز، وكذلك ضبط التاريخ بشكل دقيق، وتنبيه المستخدم للكمبيوتر بعدم التلاعب أو تغيير في وقت أو تاريخ نظام تشغيل الويندوز نهائيا، لأن البرنامج يعتمد على هذا الوقت وعلى التاريخ في أخذ الوقت والتاريخ التلقائي والآلي. ويطبق هذا الكلام على أجهزة الكمبيوتر المنصب عليها برنامج ستورم دينتال والتي سيتم تنصيبه عليها، ولتسهيل العمل مع حقول الإدخال التاريخ في البرنامج يفضل ضبط صيغة أو فورمات التاريخ في الويندوز كالتالي. إذن هنا يجب أن يكون الوقت والتاريخ مضبوط بشكل دقيق في جميع الأجهزة التي سيتم تنصيب البرنامج فيها. إذا قمنا مثلا بإجراء تغيير إعدادات للوقت والتاريخ لتحديد الصيغة المناسبة التي يعتمدها البرنامج، فإن الصيغة الأساسية التي يعتمدها البرنامج والتي تسهل تغيير إعدادات التقويم التي تسهل العمل مع البرنامج هي كالتالي: ما يخص التاريخ، نوع التقويم، التقويم الميلادي تسمية إنجليزية، تنسيقات الوقت، الوقت القصير يكون بهذا التنسيقات والوقت الطويل بهذه التنسيقات، هذه هي الإعدادات الأساسية للوقت والتاريخ، ويجب ضبطها تماما حسب ساعتك لكي يعمل النظام بشكل دقيق. إذن بهذا كله نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم الذي خصصناه لتهيئة وإدخال البيانات الرئيسية للبرنامج، حيث شرحنا طريقة تشغيل البرنامج وطريقة إنهائه وشرح الواجهة الرئيسية للبرنامج وإدخال بيانات العيادة والمعالجات وضبط المعالجات وضبط الموظفين والأطباء وضبط الرسوم الخاصة بالتسجيل ورسوم أشعة X وإنشاء المستخدمين وإعطائهم الصلاحيات. وبهذا أصبح البرنامج جاهزا لبدء العمل وتسجيل المرضى وإجراء المعالجات. في الدرس القادم بإذن الله، وهو الرابع في سلسلة دروس الفيديو الخاص بشرح برنامج ستورم دينتال، سنشرح فيه بالتفصيل البدء بالعمل واستقبال الحالات وتسجيلها وإدخالها إلى شاشة الطبيب وإجراء المعالجات وغيرها من الآليات الهامة في البرنامج. وفي نهاية الدرس القادم بإذن الله سيصبح المشاهد
قادرا على استخدام البرنامج بشكل كامل بنسبة 75%، وقادرا أيضا على تدريب طاقمه العاملين معه لاستخدام البرنامج كلا حسب صلاحياته. نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الدرس لتوضيح البرنامج، ونتقبل آراءكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو عبر اليوتيوب فلا تنسى عمل اشتراك أو سبسكرايب حتى تصلك إشعارات بآخر الفيديوهات التي نقوم برفعها والمتعلقة حصرا ببرنامج ستورم دنتال، إضافة لعمل لايك. أما إذا كنت تشاهده على الموقع أو على موقع آخر فيمكنك الوصول إلى قناتنا على اليوتيوب عبر الرابط التالي، أو إلى موقع تحميل البرنامج على الرابط التالي. نتمنى إذا كنت تستخدم برنامج ستورم دنتال أن تقوم بتحميل مقطع الفيديو هذا إلى جهازك لكي يسهل عليك الرجوع إليه في حال نسيت شيء أو تريد أن تتأكد من شيء. إلى اللقاء في الدرس القادم رقم 4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.